الجزائر تاع 2019، المواطن اليوم ما بقاش يعيش المحن تاع 2019. ربما مرة من هنا ممكن قدم عرضه لكم، انتخبتموه كما انتخبه باقي الوطن. اليوم احنا حابين باش يواصل المسيرة هذه، لأن اكتشفنا فيه الرجل المخلص، الرجل الصادق، الرجل الذي عندما يعيد ينفذ. ولا 54 التزام كلها منفذة، إنما يريد أن إن شاء الله يوصلنا إلى بر الأمان في الخمس سنوات هذه، خمسة كاملة إن شاء الله ربنا يعطي الصحة والقوة باش ما تكونش كيما الخمس سنوات اللي عشنا فيها الكوفيد، عشنا فيها القلق على مستوى الحدود تاعنا عبر كل الحدود تاعنا، أزمات عشنا، يعني بعض من الأزمات اللي خلات ربما ما يأديش اللي كان يتمنى يأديه وصولا إلى الجزائر كما قلت إلى بر الأمان. الحمد لله كل رغم قلة الفطرة هذه أنجز الكثير. الآن يريد أن إن شاء الله يستفيد، وأكثر من هذا كانت له الشجاعة أن يقلص من الفطرة هذه وقرر انتخابات مسبقة. واحد آخر ربما يقول لك نروح إلى نهاية المطاف. هو قال لك احنا لازم نعاودوا باش تدريجيا نعاودوا نرجعوا الى ما يسمى بالبرنامج نتاع الانتخابات العادي. هذه المره قلصوا 3 شهور 4 شهور، ربما المره الجايه ممكن يقلص شويه الى غايه نرجعوا لمارس ابريل اللي يتم فيه الانتخابات. هذا ثاني كذلك شيء من عنده حبا واخلاصا لمواطنيه. احنا على باله باللي المواطنين راهم معاه، وحنا على بالنا باللي راكم مقتنعين ببرنامجه، انما قلنا جينا لنا من باب الاطمئنان، من باب الاطمئنان حتى ونذكر بما قام به في مثلا ولايه مثل ولايه تلمسان التي تعتبر بوابه بالنسبه لكل الغرب والجنوب الغربي، وراهي في وضع حساس جدا، ورانا نعرفوا الضغوطات ممارسه عليها وعلى ابنائها في الشريط الحدودي هذا، ونعرفوا الهجمات مع الاسف نتاع جيراننا، يبدو انهم ما يحبوناش الخير، يعني شيء مؤسف، يعني عرب مسلمين باش يشوفوا ممكن الجزائر قاطره ويلصقوا فيها ويتبعوا لها لازم يعرقلوها، لازم يحبسوها. حنا هذا الشيء اللي رانا عايشينه لهنا كون بارك الله فيك، كون ما ياتي من هناك، حنا كنا نقدموا لهم الخير، ما ياتي من هناك اراكم تشوفوا وكان هجمات لضرب المجتمع الجزائري، لضرب وحدته، لضرب طاقته. يعني نتكلم على مع الاسف المهلوسات، ونتكلم على الدروب الكيف واكثر من هذا. الحمد لله مصالحنا الامنيه راهي بالمرصاد، الحمد لله قوانا قوة الجيش راهي بالمرصاد، الحمد لله انتم كذلك راكم بالمرصاد. احنا هذا باش الثغره ثاني باش يضعفوا قدرات تاعنا راهم ما يقدروش ابدا. احنا نقولوا ربي يهديهم برك هذا مكان. احنا رانا الحمد لله ندافع على انفسنا وندافع على القدرات تاعنا ونحميو الحدود تاعنا ونحميو بلادنا. احنا رغم هذا رانا نفكروا في تنمية هذه المناطق الحدودية، لأننا نعرف أن بعض من قاطنيها يعيشوا مع الأسف تبعيات إذا هذه السياسة. إن شاء الله ما نتخلوش عليهم. برنامج حافل في عند المرشح هنا بالنسبة لكل المناطق الحدودية تعلق الأمر ب غرب بلادنا او بشرقها او بجنوبها. لازم هذه المناطق اللي فيه بعض من المواطنين يعيشوا ظروف خاصه لازم نعرفوا احنا كيفاه اذا نمد لهم يد المساعده، وتكون سياسات غير التي انتهجناها الى غايه اليوم. مثلا الشعاع هذاك ما يسمى بالشعاع الجمركي نوسعوا فيه، هذا جاء كتعليمات وراهم موجود في البرنامج، ونخفوا عليهم ونشوفوا نوجدوا لهم النشاط اللي يخليهم يمكنهم باش يعيشوا العيش الكريم.
برنامج في هذا الحد. مادام تكلمت على العيش الكريم، تعرفوا كل تلمسان وتعرفوا الوضعيه تاع مداشرها وقراها كيف كانت، وهذه من ضمن الولايات التي استفادت كثيرا في هذا الاطار، باعتبار ان كل اذن هؤلاء المواطنين اللي كانوا يعيشوا في ظروف صعبه في مناطق جدو كذلك صعبه، اليوم الحمد لله راهم استفادوا بمرافق لتسهل لهم الحياه، استفادوا إذن بوسط ملائم، كل هذه القرى نوصلوا لها بسهولة، أبنائهم الحمد لله اليوم بالنسبة للتمدرس ينقلون، وفيه ما يسمى يعني الأكل على مستوى المدرسة والوجبة الساخنة، فيه تغطية صحية مفيدة، كل فيه إيصال الشبكات والقنوات على الغاز وتاع الماء وتاع ابعاد الخطر المحدق بهم في بعض المناطق، يعني ابعاد الصرف الصحي، اشياء عظيمه اللي تم انجازها، ومازال راهو يواصل مثل العمل، لان البرنامج هذاك بصفه اراديه قويه من قبله، لانه الزم الحكومه والزم الولاة انذاك باش كل هذا يتم في ظرف وجيز جدا، وكان الحال كذلك. انما نحن داركون كل إدراك أن هنا وهناك بعض من الجيوب لتاع مازال الفقر وتاع العيش الصعب، سيواصل إذن هذا المجهود حتى تكون الجزائر بكاملها إن شاء الله كاملها تكون بنفس الفرص، ويستفيدوا من نفس المرافق، ويستفيدوا يعني بالخدمات اللي موجهة نحوهم. هذا بالنسبة للمجمعات السكنية. بالنسبة للمواطن ككل، يعني كفرد، أكمشتو كل السياسات تاعو راهي موجهة إليه. سهلوا بالنسبة للإجراءات على مستوى الإدارات، ونعرفوا العراقيل التي سمح الله بعض من، ما نقولش الإدارات كلها، بعض من ممثليها سامحهم الله لا يخلقوا الصعوبات عندهم، وكأنه فن لخلق الصعوبات لهؤلاء. اليوم جعل من الرقمنة ملفه الحساس، وذهب إلى غاية أن يخلق وزارة تابعة إليه مباشرة بمهم هذه المهمة، لازم الرقمنة تعم كل القطر الوطني وعلى جميع الإدارات وعلى جميع وفي جميع المجالات. خطة كبيرة راهي تمت، غدوة ما كانش واحد لنجم يقول لك نعطلك ولا نحبسك، ولا تعلق الأمر هنا في ولاية تلمسان ولا في كل ولايات في ما يسمى بدائرة وزارية أو أخرى، ولا هنا ثاني كذا بكل شفافية، كل يعني كل كاش ما كان مشكل تقني، كش ما كان إذن كش ما كان أي حاجة تاع العراقيل راهي تبان من خلال الرقمنة ومن خلال إذن هذه الأساليب العصرية التي تجعلنا في منأى عن هؤلاء الذين مع الأسف يستغلون أوضاع مواطنينا اللي تعرفوا لقضاء مآربهم. الفساد ثم الفساد سيحاربه، حاربه وسيحاربه. المرشح تاعنا في بداية الأمر أخي قال لكم باللي الدراهم تاع الجزائر رجعهم، عمل كل ما في وسعه باش يرجع أكبر قدر ممكن. هذا معثر كبير ومش سهل، وإذا كانش مكان الناس اللي معانا راهم في الإدارات المختصة يعرفوا باللي الأمر هذا مش سهل، ولكن دائما هو وراءه وحقق ما حققه، وآخر ما صرح به هذا النزل البالاس العظيم هذا اللي راهو فيه ما نعرف في مدريد ولا في برشلونة، رجعها ورجع ممتلكات أخرى، رجع الشركات اللي كانت مغلوقة واللي بارك الله فيكم، الشركات التي أغلقت، الشركات اللي أنشئت لا لشيء فقط باش يهربوا العملة الصعبة تاع الجزائر. ربما كل هذا ستتعرفون عليه ان شاء الله في البرامج في ان شاء الله في الشهور القادمه وفي الايام القادمه ان شاء الله هذا يعني كل ما وعد به حققه، حتى وان كانت بعض من الصعوبات.
إذا احنا البرنامج تاعو راهو كامل وواضح. بالنسبة للاقتصاد الجانب الاقتصادي قولي واش من كاميرا برك نتبع. ما عبالك لهناكم ما خليتونيش نركز. اون فوا بور توت نحبس انا نوقف قولي لي واش لازم ندير. نكمل كيما هاك. انا واد بزاف وانا كاميرا واش من كاميرا نشوف انا نشوف معاكم الكل. سي طابو براسكم انتم عدوا الروح. معليش هذه تخلينا نطرقوا للجانب الاقتصادي. التبون مرشح هنا يؤمن بقدرات الجزائر وفي كل مناطقها. عندنا امكانيات كبرى لم نستغلها احسن استغلال. ولكن رانا نستغلوها مازال مع الاسف ربما بالاساليب القديمه التي لا تجدي نفعا. اليوم مادام فيه إحصاء شامل وكامل لما تزخر به الجزائر، وربما يعني كل ما تزخر به الجزائر اللي باين على السطح ولكن في باطنها تزخر بأشياء لا نعرف إمكانياتها بعد، ولكن باعتراف الجميع وباعتراف هؤلاء الذين يسلطون عيونهم نحوها طامعين فيها على بالهم واش كاين في الجزائر. اذا احنا الثروات هذه ان شاء الله س في الماموريه تاعو القادمه في العهده القادمه ان شاء الله سننقب عنها وسنوظف احسن توظيف، وخاصه انها مفيده للصناعات العديده الالكترونيه والصناعات نتاع السيارات وكل الصناعات. سمعوا بليتار رار تسمعوا باشياء اللي ربما اللي احنا لا نولي لها اهميه ولكن عندها الدور تاعها في الاقتصاد هذا. بالنسبه للمناجم، بالنسبه للزراعه، لا نكتفي بما هو موجود على الحدود على الشريط الحدودي الذي عمقه ربما نقولوا 250 كيلومتر من الساحل الى الهضاب العليا، ولكن جنوبنا الكبير كل ثروات. اليوم لازم كل الاضواء تسلط عليه، والمرشح هنا في عهدته الاولى شرع في هذا. واليوم راهي شركات دوليه شركات عالميه كبرى راهي في عين المكان عن قريب ان شاء الله. يبدا مثلا انتاج الحليب الذي كنا ناتي به من الخارج ويكلفنا ما يكلفنا، ان شاء الله احنا نعود ننجو لنا الاكتفاء الذاتي وممكن ان نصدره. الحبوب خاصة القمح كنا نجيبوها كذلك من الخارج، والقنطار تاع القمح يراه يسوى ويغلى ويسقى منا واش يسقام. مرشح هنا في عهدته الأولى شجع المزارعين الفلاحين يعطيهم القيمة تاعو أكثر غير باش يكثفوا. إذا هذه الزراعة إنما الظروف تحول دون ذلك، ولكن اليوم احنا رايحين نروحوا للصحراء، الصحراء راهي على محيط تاع المياه. لازم نعرفوا كيف اذا نوظفوا هذه الثروه هذه التي حبنا بها الله، ونعرف كيف ما دام فيه ايصال كل الشبكات تاع الغاز وتاع الكهرباء. اليوم احنا كي نقولوا بلي ان الصحراء تاعنا ان شاء الله سنرتزق منها، لازم نخلقوا لها شروط لازمه، والشروط اللازمه هذه داخله في اعاده هيكله البلد ككل. ما يسمى بالإقليم، تهيئة الإقليم، هذه خطوط راهي رايحة للجنوب. بالنسبة للسكة الحديدية راهي وصلت لكراج بلاد، فيه ورشات من كراج بلاد إلى تندوف، من تندوف إلى بشار، وفيه ورشات من بشار إلى غاية تندوف، وتربط مع الشبكة اللي راهي في الجنوب. نفس الشيء بالنسبة لبشار أضرار. وصولنا الى تيميمون ممكن فيه كذلك خط على السكه الحديديه نحو عين صالح، ومن عين صالح لتمر راس، والى كذلك عين مناس والى اليزي. الصحراء كلها تكون اذا مغطيه بطرق بسكه حديديه اللي تمكن اذا ب يعني السلع، نقل السلع ونقل المسافرين. غدوه سي الحاج ابراهيم راهو لنا معنا اللي فرط في بني والنيف، راهو عجباته للتمسان
اش بدو سد ولا ما فراه حل الزاويه تاعو لهنا، غدوه ينجم يتنقل بسهوله، ينجم يروح للبشار البني والنيف، وقد يروح هو الذي يتنقل من بلديه لاخرى ويروح لتندوف والى كراج بلاد والى اضرار. اذا هذا اعاده هيكله البلد مهم جدا. الاقتصاد يحتاج الى مثل هذه الشريان للحياه، يحتاج الى امكانيات، يحتاج الى ما دام احنا نتكلموا على كراج بلاد، المنجم هذا وجد منذ ان من الازل، منذ ان وجدت الارض. لم يكن بامكان فرنسا المستعمره ان تستغله، لانها كانت تعتبر انه مكلف لها. ولكن احنا عندنا الحمد لله رئيس شجاع، رئيس غيور على وطنه، رئيس يحب الخير للوطن، الرئيس اللي عنده نظره استشرافيه. اذا قال حان الوقت ان نستغله بالملياري من الامطار المكعبه، ليس فحسب بكراج بلاد، ولكن ثاني كذلك بما يسمى بمشري عبد العزيز اللي يعرفوا المنطقه. ثاني كذلك كان منجم واحد اخر ربما يفوق كراج بلاد. اذا بالسكه الحديديه لا يكتفي ان نوصله الى الموانئ في شمال البلاد، انما مع الطريق تكون معامل لتكرير هذه الفوسفات حتى يصل الى ان شاء الله الموانئ كي يصدر ك برودوي فيني، يصدر كماده صالحه للتصنيع، ولان باش العمله الصعبه تاعنا تبقى لنا لهنا، وباش نجيبوا الشيء اللي لازم نجيبوا به.